من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الناقد الرياضي بجريدة الوطن الأستاذ محمد يحيى. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا أحمد، ومساء الخير على أميرة، ومبروك ليكم ومبروك لكل الشعب المصري التأهل لدور الثمانية، وإن شاء الله عقبال ما نبارك لبعض كده على طول كل الماتشات اللي جاية لحد ما نوصل للفاينل بإذن الله وناخد الكاس. إن شاء الله أكيد أداء رجولي وخططي محكم لعب المنتخب اليوم، إزاي شفت هذه المباراة؟ أكيد كانت مباراة صعبة، منتخب كوديفوار واحد من المنتخبات الكبيرة جدا القوية، عنده مجموعة لعيبة مميزة جدا بيلعبوا أكبر أندية في العالم، طبعا كان أحد المرشحين للفوز باللقب، عشان كده المباراة صنفت إن هي نهائي مبكر، ولكن النهاردة شفنا إن كيروش رجع للطريقة السليمة، أو هو عدل طريقة لعبه وعدل تفكيره بشكل كامل لمنتخب مصر عشان يظهر الشخصية المعروفة عن منتخب مصر، منتخب مصر دايما هو اللي بيليد المباراة، وشايفين النهاردة منتخب مصر على فريق زي كوديفوار بيضيع أكتر من فوز وأكتر من هدف، وكان ممكن يحقق الفوز قبل ما نوصل لضربات الترجيح، يمكن ده النهاردة دي الشخصية الطبيعية لفريق بيضم واحد من أحسن اللعيبة في العالم محمد صلاح، بيضم لعيبة محترفين كبار زي محمد النني، زي تريزيجيه، زي مرموش، عندنا لعيبه كبيره برضو منتخب مصر، لعيبه كبيره بتلعب في الدوري المصري كمان، حتى اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري لعيبه متالقه، شايفين عندنا احسن حارس في افريقيا محمد الشناوي، وبعديه بيخرج الشناوي مصاب بينزل ابو جبل بيقدم نفس المستوى الفني سواء في المباراه او في ضربات الترجيح. النهارده منتخب مصر كمان عنده غياب مهم، محمود حمدي الونش غايب، بنشوف شاب صغير محمد عبد المنعم بيلعب النهارده وبيتالق بثقه وبيلعب بثبات كبير جدا، وبيقدر ان هو يسجل كمان واحده من ضربات الترجيح، مش اي لعيب بيبقى عنده الشخصيه القويه دي اللي تخليه تتحسب له محمد بصراحه. اكيد طبعا، يعني طبعا محمد عبد المنعم زي ما بقول لك بطوله كبيره، اول مره بيلعب قدام ضغط جماهيري، قدام فريق كبير زي كوديفوار، ثبات في الملعب خلال أدائه كمدافع، وكمان ثبات وشخصية كبيرة جدا بعد 120 دقيقة داخل يشوط ضربة جزاء وبيسجلها بشكل رائع جدا، طبعا يعني حاجة تحسب لمحمد عبد المنعم.